علينا من قبلهم حقيقة الكير لو لم يروا يقتلس الأصحاب هذه قيامتهم لا يسيبهم لا إلى الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فؤاد الخطابي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين بالمغرب. أنا اليوم في مدينة برشيد اللي جينا نعزيو الأستاذ والعقيد والأب الروحي لمجموعة ديال الناس ديال الساكنة ديال برشيد، وفي نفس الوقت هو الوطن اليوم ضاع في واحد الإنسان اللي صعيب وصعيب بأن المغرب يعطينا واحد بحاله. الإنسان اللي ضحى اللي كان كيبغي بلاده وبلاده وبلاده عاد مشى لولاده. السيد اللي عطانا انا اللي كنهضر معكم المكون ديالي والاستاذ ديالي واللي عطاني المبادئ السياسه به باش بديت السياسه بالنسبه للمغرب. هذا الفقيد هذا ان لله وانا اليه راجعون. حتى اللسان كيتقال على اساس باش نعطي شهاده، لان الشهاده حتى واخا نهضر حتى شهرين ديال الهضره صعيب انني نوفي بحق في هذا السيد. هذا السيد هذا ان لله وانا اليه راجعون، والله يجعل محبته صبر، والله يجعله مع الصديقين والشهداء، والله يجعله رفيق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ان لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل نفس ذائقه الموت. حرير العبيد ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي، عاش فترات مع السي عبد الله القادري اللي هو بحق باني مدينة برشيد. السي عبد القادري كيبقى رمز ديال المدينة والإنسان اللي عاشرناه، وكانوا جميع الناس ديال المدينة كيحبوه. أول إنسان قضى على مدن الصفيح، أول إنسان صوب الواد الحار، أول إنسان دار اللابنة الأولى ديال المدينة ديال برشيد اللي ما كانت والو. السي عبد الله القادري يعجز اللسان باش يوفي ليه بالعمل اللي قام به. كنتمنوا من الله، اللهم تغمدوا برحمته الواسعه، ونتمنوا اننا نكونوا جميعا قدوه ديال السي عبد الله في العمل الجاد. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خير المرسلين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها أنتم ترون هذه الجموع الغفيرة التي جاءت من كل أنحاء المغرب لتودع سي عبد الله القادري. سي عبد الله القادري الإبن البار لهذه المدينة. سي عبد الله القادري الذي له بصمات لا تمحى عن هذه المدينة. كان صديقا للجميع، وكان يحب بلاده ويحب مدينته حبا لا مثيل له. رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله، وكان صديق حميم لنا جميعا، وكنا من المؤسسين، وكان عددنا حوالي 30 شخصا في بعد المسيرة الخضراء المضفرة تجمع الوطني الأحرار. ثم في سنة 81 أسسنا الحزب الوطني الديمقراطي، وبقينا أوفياء إليه إلى أن تغير اسمه وأصبح الحزب الديمقراطي الوطني. وكان السي عبد الله دائما في الطليعة للدفاع المبادئ التي كنا ندافع عليها، ونحن الآن في برشيد يسقط رأسه، وهي عاصمة الشاوية وعاصمة العالم القروي. كانت من الأسبقيات التي كنا ندافع عليها هي الاهتمام بالعالم القروي ومحاربة الفوارق والدفاع عن ثوابت للبلاد، ومنها الملكية الدستورية والوحدة الترابية والعدالة الاجتماعية، وكذلك المبادئ التي تؤدي ببلادنا إلى الديمقراطية الحقة. وبقي أخينا العزيز إلى اليوم، وكان معنا معه موعد، وكنا في الطريق للحضور معه للعمل للوصول إلى الشروط التي يمكن
أن يستمر فيها عمل نظامي بعناصر شابة جديدة. ولكن رغم وفاته رحمه الله فإن أفكاره كجندي أولا في الداخل وفي الخارج وكوفي للملك وللوطن ولديننا الحنيف ولكل ما يهم المواطن لترقية المغرب حتى يصبح من الدول المتقدمة في جميع المجالات. ولذلك في هذا اليوم ونحن متأثرين بوفاته لأنه كنا لا ننتظر هذا، ولكن هذه مشيئة الله ونتمنى له الرحمة والغفران، ونقدم تعازينا لعائلته الصغيرة والكبيرة. وما شاهدناه اليوم من أفواج من جميع أنحاء المغرب من مراكش والرباط وفاس والشمال والجنوب ومن مناطق زعير ومناطق الغرب والمناطق سوس ومناطق كل مناطق والحوز التي كانت عزيزة عليه، لهذا أحسن دليل بأن المواطن المغربي دائما وفي مهما كانت الظروف. ولذلك تحت لنا هذه الفرصة لنرحم عليه ونتمنى له الرحمة ونتمنى لأبنائه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم.